سمر، وصلنا لفقرتنا الطبية لليوم. يعني يقدم الكثيرين من الأشخاص على عمليات التجميل دون المعرفة بالآثار الجانبية وبالمخاطر والمضاعفات والمخاطر اللي ممكن تكون نفسية ولا وصحية. عمليات التجميل كثيرة، ونحن نحكي اليوم عن الموضوع الجلدي مع الدكتور هايك سيروبيان، أخصائي جلدية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية بهالوقت مثل ما شايفين وبنعرف كلنا، كل العالم عم تلجأ لعمليات التجميل او لتجميل الوجه بتقنيات الفيلر البوتوكس ومن هالقصص. امتى برأيك التجميل بيكون ضروري؟ التجميل بيكون ضروري وقت بيكون تصحيحي. تمام. انا التجميل بالاساس علم متطور لحتى يحسن من الكواليتي اوف لايف، يعني يحسننا لحنا المظهر، يحسن الناس اللي عندهم عيوب، يحصل لهم من سوية الحياة تبعهم، من ثقتهم بنفسهم. هي بلشت هيك، هلا تطورت. لحنا هلا حاليا بنعملها ترفيهية بنسبة 90%، 10% هي التصحيح. هي ترفيهية، ويمكن صار عند الأشخاص دائما بيحبوا يعتنوا بنفسهم، بيحبوا كل الناس يضلوا يظهروا بشكل لائق بشكل جميل. صح. يعني ما فينا نحكي بس على السيدات، حتى عم نشوف الرجال. مزبوط. هلا هي كل الناس عم بيهتموا فيها. هلا منقول ترفيهية، الحقيقة ما بنقصد فيها الترفيه هو الشيء المطلق، انه مثله مثل اي شغلة بنقوم فيها بلا جدوى. الترفيه هو وقت بنقوم بالشيء اللي احنا ما لنا بحاجته وظيفيا. تمام. يعني انا اليوم في عندي عمل تجميلي ممكن يكون عم صحح فيه عمل وظيفي معين، مظهر معين، ممكن يكون حتى المظهر اليوم له مظهر توظيفي. اليوم الانسان بيتعامل مع مجتمع، بيتعامل مع ناس، بيتعامل مع وسط، فهون اجباري بيعتبروا حتى هذا اسمه عمل توظيفي. الترفيه وقت بنكون نحن ما عنا مشكل حقيقي، لكن نحن عم نحسن او عم نسعى للكمال، وخاصة من اللي عند السيدات اكثر. هلا انتقلت العدوى للرجال، ما لنا مقصرين، بس بالنهاية السعي الاكبر عم بكون عند السيدات، هي سعي للكمال. فدائما المظهر بكون او بنعتبره ضرورة وقت بكون في عندي انا عمل وظيفي او له توظيف لهذا العمل التجميلي، ونعتبره اوفر وقت بيكون انسان ما بيعاني من مشكله لكن هو بيعمل شيء ممكن يكون ما له بحاجه. مثل مثلا ضروري مثل ما بنعرف دكتور البوتوكس، لانه يعني بيعطي شكل اصغر للسيده، وحتى هلا الرجال كمان عم بيعملوا. صح. البوتوكس. تمام. خلينا دكتور، كثير كمان العالم عم بتروح عند اطباء ما كثير شاطرين، فورا عم بينصحوا مثلا بقصص مو ظابطه، مثل مثلا هلا التقنيه الجديده هو حقن الفيلر بالانف. تجربة كانت انه انحقن هذا الفيلر بالانف، ولكن بقي لمدة شهر تقريبا، وبقيت المادة تنزل 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 لحد ما صار الانف بكبر التم، يعني المريضة اذا ابتسمت الانف نفس الشيء. تمام. هاي هي كمان من المشاكل اللي عم نعانيها، اضطرت اكيد تلجأ لعملية جراحية بخطأ الفيلر. شو رأيك، شو النصائح اللي بنقدمها انه الواحد عن جد ما يتسرع وما يروح عند اي دكتور؟ تمام. هلا هي الفكرة، ما فينا نقول اي دكتور، لانه كل دكتور بقول عن حاله انا منيح، والمريض بضيع. اعلانين ثلاثه على ثلاث اربع صور على الفيس بضيع الواحد. بضيع طبعا. تماما. ولا ما في عندي قانون او اي شيء بيحاسب الانسان على اي اعلان. الحقيقه انه نحن ما نقوم بالاجراء اللي ما بدنا اياه، يعني هي هذا الاحسن. كلمه فيلر بوتوكس بالاساس هو شيء مخصص لاعمار متقدمه. هلا عم نعاني نحن من ناس ممكن يكون عمرهم 17 و18 و20 سنه، بيجوا لعنا بدهم يعملوا فيلر بوتوكس قبل بوقت. طبعا. ليش بدك تعملي بوتوكس؟ بتقول لك مشان بالايام ما يكبر، ما يبين عليها. تمام. بس دكتور انا عم بحكي الفكرة على نقطه معينه. تمام. انه هي الفيلر هلا كثير عم بينشروه بشكل كثير كبير، ما عم بيعرفوا اخطائه والعواقب لقدام. بدي نصيحه الفكرة عن هي القصه. تمام. هي الاخطاء اللي عم تصير، انه نحن وقت بنبلش باعمار مبكره بتكر عندك احتماليات الخطا. يعني لاعطيك مثال، اذا تعاملنا مع الفيلر اليوم كفيلر الاكثر شيوعا، الشفتين، نوزليبيا مثلا، اليوم هاي الاكثر شيوعا اللي بنستعملها، ما هيك؟ طيب هلا هي مده الفيلر وسطيا بين 6 شهور 9 شهور ماكسيموم سنه اذا الماده سوبر، ونادرا لا تكون هاي الماده موجوده. فالست اللي عم تعملها او الصبيه اللي عم تعملها عمرها 20 سنه، ليصير عمرها 40 سنه بتكون عمرته 20 مره. يعني اذا نفدت اول مره وثاني مره وثالث مره ممكن ما تنفد بعدين. شو المضاعفات؟ شو المضاعفات؟ انه بصير تبكلات. بصير تماما بس بالتم كيف بيصير شكله؟ بتبكل. هي هون اليوم شو اللي بصير عنا؟ بصير انه هاي الماده لا ترتشف بشكل تام. كل واحد بيقول لك انه هاي الماده ترتشف بشكل تام، هذا معلومه خاطئه، لانه هو الهيالورونيك بالاساس بيدخل بتركيب الفيبرين اللي هو نفسه اللي بيعملنا الكيلويدات او بيعملنا التليفات. فبتتشكل تليفات عميقه تحت الجلد،
بعد فترة بتلاقوا الوعام بيدمن على هاي القصص، إذا لمستي للشفة تبعها قاسية بتصير تلاقيها قاسية وبتفقد الحس بعد فترة، أو ممكن كتير إنها تتأثر بشكل مختلف، يعني بتصير تفقد غير الحس، عندها حركة المرونة الطبيعية لشكل الفم. البوتوكس نفس الشيء، هي بتعمله مثلا أطول فترة إلى 6 شهور، 10 سنين هي بكون عملته 20 مرة. يعني أحيانا هاي المشاكل اللي توقع فيها أكيد. استطبابات الاستعمالات للأسف صارت واسعة، بما فيهم هذا الموضوع اللي طرحتي حضرتك، موضوع تصحيح الأنف بالفيلر، هو موضوع للأسف يعني هي طلعت مانا دراسة حقيقية، هي طلعت أحد الاقتراحات أنه بأحد المرات أنه في حدا اقترح أنه ممكن تنعمل هاي الطريقة طبعا. بهاي الطريقة هاي عالميا، بس لنا دراسة مثبتة ولنا اعتمادية بالتصل ما بتنصح فيها أبدا دكتور. أنا ما بفضلها، بدك عندك أبداً. مشكلة بأنفك روحي صحيح بعملية جراحية طبعا، في دكاترة مختصين بهذا الموضوع تماماً. يعني دكتور وقت احنا حضرتك عم تذكر على الأعمار الصغيرة، في ناس بيجوا لعند حضرتك أو لعند أي طبيب بعمر صغير وبيطلبوا أنه هن ينحقن بيرشون فيلر أو بوتوكس، شو هو العمر المناسب يلي ما بيكون بشكل خطر وقت الشخص أو السيدة تبلش تصحح من شكل الوجه؟ الحقيقة ما نوع عمر، الحقيقة هو داعي، يعني أنا ممكن داعي أو تماماً. عمر يعني هو في أعمار مناسبة بيصير في داعي، اللي بيخلي عندي داعي استعمل البوتوكس إنه أو تقنيات جديدة اللي طلعت حتى بديل البوتوكس، إنه أنا عندي تجاعيد حقيقية، وهي التجاعيد ما أنا تعبيرية مثل ما بيسموها، هي التجاعيد بطور الراحة، يعني إذا أنا هلأ قاعد ما عندي أي تعبير على وجهي والتجاعيد واضحة، هلأ هذا استطباب تمام، هذا ممكن أنا أتدخل فيه بغض النظر عن العمر. اما واحدة بتجي بتقول لك مثلا والله عملت هيك طلع لي تجاعيد، تجاعيد ولد صغير تماماً. ولد صغير اذا بقول له اعمل هيك بيطلع له تجاعيد، حتى لها جماليه هي تجاعيد تماماً. التعبيريه هي وسيله التواصل تبعنا، اذا لغيناها بصير عندنا الوجه الجامد او الوجه المعلق، يعني هذا الموضوع ما له عمر، له علاقه في داعي ولا ما في داعي. ممكن يكون عندي ست عمره 40 سنه ما في ولا خط بوجهها، وممكن يكون عندي صبيه عمرها اليوم 28 29 سنه نتيجه عادات سيئه مارستها بحياتها صار عندها خطوط، وهي الخطوط استلطبت او استلزمت انه هي تتدخل عليها بشكل او باخر لتصحح عمرها، لانه احيانا بتعطيها اكبر من العمر او بتظلمها. طيب في السبب اللي عم يتاخر مثلا عم يتاخر بعمل البوتوكس، بتلاقي مثلا جبينهم لو عملوا بوتوكس عم يضل حافر مثلا على شكل وشهم، يعني كمان هذا الشيء ما حلو، يعني دائما يطلع الواحد على شيء ما حلو يبين كبر العمر. لا انا ما بفهم مشان كبر العمر، كل عمر له جماله تمام. اليوم هلا اذا شفت الست كبيره بالعمر عمرها مثلا 80 سنه تمام. شعرها ابيض وبتركضي بتقولي لها يا ستي، بتحكي معها بتحترميها، اذا شفتيها كثير عامله حالها ومشتغله كثير بحالها وصابغه شعرها وكذا والى اخره متصابيه بيقولوا لها تماما ايه. فانت احيانا هذا الخطوط اللي انت عم تحكي عنها لتحفر، معناتها هذا الانسان صار عمره بال50 وطالع. لا لا انا عم بحكي عن الصبايا بعمر الثلاثينات اللي ما لحقوا حالهم، عندهم هي مشكله الخطوط من هنا واصغر بعمر اصغر تحفر بالثلاثينات شغله نادره وتحفر، فهي شيء كثير بشع تمام. بالثلاثينات شغله كثير نادره تحفر تمام، يعني تبين عميقه لا مو كثير عميقه، بس تحفر حتى مع البوتوكس مع البوتوكس لا، اذا كان الاجراء سليم تمام بينعمل بدون تترك اي اثر، وممكن ينعمل معه تقنيات ثانيه. هلا ما بنحكي انه اليوم بوتوكس فيلر هي تقنيات الاكثر شيوعا، لكن في تقنيات طلعت معها طبعا ورديف وتطويرها مثل الريستور مثل البي ار اف اتش بي ار اف سي، يعني هن بيساهموا بانه تروح هي التجاعيد. يمكن هي شغله تجاريه دكتور، صار يقولوا بشكل عام او اشيع بفتره من الفترات انه اذا ما بتلحقي اذا ما بتعملي بوتوكس على عمر صغير أكيد. بيطلع التجاعيد وبيحفر بوشك هيك هي يمكن اشاعات فينا نقولها مثل دائما. يعني هلا اذا جبنا جاكيت فرو وافترضنا الجاكيت حقه 10 ملايين ليره تمام، بتلبسيه هلا مشان اذا برا مشان اذا اجا كوانين طلع البرد كتير قوي؟ اكيد لا. يعني ما حدا بيقوم بشغلته الا بوقتها، ما هيك تمام. فمفترض نحن اي اجراء نقوم فيه يكون له داعي زمني حقيقي، يعني دائما اي اجراء ليكون صح له توقيت صح اكيد كمان. ما بس انه تنقي الاجراء والطبيب والحالة له توقيت، هذا التوقيت كتير مهم لحتى يكون بالنهايه شكلنا صح أكيد. انه يحفر مثل ما حكينا موضوع نادرة بس نادر. عم بيصير بأعمار كتير مبكرة كتير قليل هو تمام. شائع أكتر شيء بالأعمار المتأخرة، وحتى إذا كانت هاي التجاعيد واضحة كتير في تقنيات رديفة منقوم فيها، في شيء اسمه زرع الأنسجة الشبكية، مزرع يعني في زرع خلوي حتى البي آر بي، بس ما بالبلازما الشائع، هو زرع الستيم سيلز بالمنطقة بيساعد على إعادة تكوينها وبنائها من أول وجديد خلال 3-4 شهور بتلاقي الست صار
المظهر تبعها احسن بنسبه 70-80% بدون ما تقوم باجراءات. وحتى العمر الافتراضي لهيك اجراءات بعد الزرع ممكن تصل لخمس سنوات وسطيا، يعني انت عم تعطيها اجراء شبه دائم. ليش بنسميه شبه دائم؟ لانه بعد خمس سنين بكون كبرنا خمس سنين. دكتور هلا كمان العالم كلها عم تلجأ كمان لعمليه شد الجفون، خلينا نحكي عليها. مثلا باي عمر الوحده لازم تشد جفونها؟ هلا الصبايا عم بيعملوها، شو رايك؟ ليش كثير منتشره؟ لا الصبايا ما بصير، مثل ما حكينا الداعي. يعني انا اليوم عندي طي جفنيه كثير كبيره، مفترض انه نعملها، انا بتشكل ثقل حتى في عمل وظيفي بصير عندها خطا. هي اكثر شيوعا باعمار متاخره، يعني من الاربعينات وطالع. ما فينا نفترض انه هي عمليه كثير بعمر مبكر، نادرا كمان لتجينا. اما نعملها من باب انه والله عندي هده صغيره لازم شيلها، طب ما بترجع تهدل ثاني مره. يعني اللي بتجي تشيلها اليوم عمرها 30 سنه تمام، كرمال يعني يا دوب طي صغيره هي شايفتها، ما معناتها انه هي بكره بعد 10-15 سنه ما راح ترجع تتكون ثاني مره. فليش تعرض حالها لهي القصه من الباب؟ والاخطار تبعها بتجي انه اذا كان الطبيب ما عنده المهاره الكافيه لاداء، بصير عندنا عمليات شتر جفني. يعني بتلاقي الجفن بصير بياخذ منحى خاطئ، بتلاقي بيتغير شكل العين. ايوه تماما، توازن العين بصير ما هو، يعني بتلاقي مظهر العين عين طلع عين نازله، او بتلاقي جفن عم نشوفها صراحه. الدكتور حتى يمكن الجرح كثير ممكن يعلم بطريقه ما حلوه ولا لا؟ هلا بترجع هاي الجرح حسب الدكتور وبتحقيق كمان الجلد. حسب الجلد تمام، يعني الطبيب بيلعب دور، ومشان ما نظلم دائما الطبيب في جلد بالاساس ارقاؤه سيء. دكتور شد الترهلات الجلديه كمان عم نشوفه بشكل واضح بالرقبه عند السيدات الكبار بالعمر او غيره. اليوم كيف عم يتطور هذا الموضوع؟ شو صار في اليه جديده لشد الترهلات الجلديه لحتى يمكن السيده تظهر بشكل اجمل، خصيصا المتقدمات في العمر؟ خلينا نحكي هلا الترهل هون ما له اجراء غير الجراحه الحقيقه. يعني انه افضل اجراء له هو الجراحه إذا كان قصدنا ترهل. إذا كان ترهل بسيط ممكن بعض التقنيات مثل الهايفو، مثل بعض مواد اللي ممكن تحكم بهاي المنطقة وبتعملنا نمط. يعني شو بتعتمد؟ المواد بتعتمد على إعادة بناء الفبرين بالمنطقة، فبتعمل تايتينج، بتعمل شد. بس بده يكون في تقنيات جهازية معها مثل الهايفو كتير بتساعد بهاي النقطة. الدبل شن إذا كان الترهل هو عبارة عن صحة، يعني بيكون عندي أنا عاملي هون هاي مثل اللي عندي انا تمام. هلا هاي دبل شين بيعملوا لها، هلا ما عاد كثير يعملوا لها جراحات، عم بيرجعوا لتقنيات الحقن بالاضافه بعض التقنيات بالاجهزه سواء راديو فريكوانسي سواء الهايفو. وبتشد بشكل جيد جدا وبتدوب. وهي ميزت هاي الطريقه اذا كانت المواد صحيحه انه بتدوبها وبتشد. يعني بتدوب وبشد الجلد محلها، يعني هي ما بتصير بعد ما بتدوب اي ترهل انه بتحتاج بعد الجراحه. لا هي بتاخذ دبل اكشن بالموضوع ونتائجها رائعه كثير. اما اللي بيكون عندهم ترهل كثير كبير يوم ما زال لغايه اليوم، الجراحه هو الحل الامثل. وطبعا بتنعمل على خط الرقبه السفلي عاده مشان ما يبين، يعني بتمشي مع خطوط الرقبه. اذا كان طبعا كل حاله ما فينا نرفض على كل طبيب، كل طبيب بيقدر الحالة اللي هو عم عنده بيقدر لك كيف الإجراء المناسب له. دكتور أكيد بدي نسأل كمان على تعبئة الشحم بالوجه أو تعبئة الدهون بالوجه. شو رأيك أنت بهاي كمان التقنية المنتشرة؟ وشغلة تانية كمان العكسة هي إذابة دهون الوجه، خلينا نحكي عن هاي التقنية. هي عبارة عن إبر وبعدين بتستخدموا جهاز لإذابة، خلينا نحكي عنه. هل هي تقنية ناجحة ولا لا؟ شو هي سلبياتها وإيجابياتها؟ لا حقن الشحوم إذا كان يد اللي عم تقوم فيها يد خبيرة تعطي جمالية كتير حلوة وعمر افتراضي طويل ومظهر أقرب ما يكون للطبيعي. ودائما حقن الشحوم بيعطينا الإمكانية المفتوحة بالفوليوم، يعني أنا اليوم وقت بعمل فيلر بعمل 1-2 سم 5 سم. اليوم بحقن الشحوم ممكن أنا أتوزع أو أخذ الكمية المناسبة بالنسبة لي ووزعها وين ما بدي، ماني خايف كثير من القصة. وإذا كان الطبيب اللي عم بيقوم فيها طبيب يمتاز بالمهارة بشكل جيد، معناتها هذا الموضوع بيطلع آمن وجميل. وعمر الافتراضي طويل إذا انحقنت بطريقة صحيحة إلى تكنيك خاص بالحقن مشان ما تسلط. هي أكثر مشاكل تنصح فيها؟ هلا بنصح فيها تصحيح. هلا دائما بنرجع بنحكي نحن، اذا عم تساليني انت اليوم انه هل هي التقنيه موجوده وصحيحه، التقنيه صحيحه وموجوده تماما. بس عندي مشكله بقى انه هل اليوم انا الشخص المناسب لها؟ هل الطبيب اللي عم بيقوم فيها عم بيقوم فيها بشكل صح؟ هون بقى بتجي هون نوقع بالريسكات. اما ما في عندنا اي مشكله فيها كتقنيه، تقنيه امنه وسليمه وممتازه.
إذابة الشحوم يعني يمكن أنا بال 21 سنة اللي اشتغلتهم يمكن مرت معي حالي، ما أنا حالي كتير شائعة يعني، وعادة بتتم عن طريق مواد تحقن بقلب النسيج الشحمي بتعمل لها نمط من النكروزز، بتعمل لها نمط من التنقر، والأجهزة بهيك موضوع كتير قليل. هلأ تقنيات طلعت لليوم بقلك اليوم أنه أنا بعمل لها شفط بالإبري، واحد بقلك أنا بعمل لها شفط ليزري، الحقيقة المساحة كتير صغيرة معنا وفيها أعصاب كتير، التداخل بالتقنيات بهاي المنطقة بتخوف طبعاً. يعني أنت بتخافي وكنت عم تتدخل على الوجه تضربي عصب يعني هون معين. لازم يكون في دقة موجودة ومهارة عند الطبيب، يعني نحن الحقيقة السيف سايد أولا أنا أمن أنه مريضي أنا مدخله لك أكبر مشكلة وقت بنمشي على منطق هم مالك هم جبنا لك تمام. يعني المريض هو جاي تجميل، أضعف الإيمان هو ما عنده مشكلة، أنا اللي مفترض أني وصله لحل يطلع ما بس بلا مشكلة يطلع بأمان، يطلع بأفضل حالة وأفضل نتيجة. يعني نحن هالحديث بطول دكتور عن التجميل، وإن شاء الله بحلقات مقبلة بنحكي عن مواضيع جديدة بتخص عالم التجميل. شكرا كتير لك دكتور ولوجودك معنا لليوم. شكرا كتير لك دكتور لمعلوماتك أكيد القيمة. شكرا.